السلام عليكم. من اليوم مدينة مراكش على أوتيل أطلس المدينة نلتقي بالزميلة نور. صديقة نور، صافا لاباس عليك؟ بغينا تعودينا عن شي حاجة شخصية ديالك اللي ما عرفها حتى شي واحد. شي حاجة ما نعرفهاش ليا. قول لنا. كلشي ما عرفتوش، واضح ودايم ومحق واحد الحاجة ما فهمتهاش. اللي ما عرفتش. باش انت يا مصور ولدي صحافي. بنادم كيجتهد شوية. اجتهدت أنا كنجتهد. اللي ما عرفتش الشعب المغربي والناس اللي كيبغيو أنه نور كتلبس القفطان. أن لا لا نور. القفطان. أمي بيان سور القفطان. وقفيت. ياك. ياك بعدا لابسه قفطان مغربي حيت فنانه مغربيه، واليوم كيف تيقالوا لي في كابي روج شرفتي الفنانات بالاليغونس ديالك وبالقفطان وبهذا الجهاد اللي تقول لها اخباشي شفيق. شفيق سوري. قول لي نور، هاي اللي تباست ياك نور. عندك هاي اللي تباست صديقنا نور. عندك واحد البنيه الله يخليها ليا. الناس راه الاغلبيه ما عارفينهاش. ما كاينلاش كلشي عارف. ما كاينلاش. ديال البنيه اللي عندك وشحال عندها من عام. اسمك البنيه اللي عندك؟ قلناها راه قلناها في كاع الصحافه كلشي تعرف بنتي سميتها زينب. الله لاله زينب واش غزاله. نوبه الله يحفظها ليا. نوبه الله يخليك ليا. عاد كانت تقول لك يا ماما شفتك في واحد المجله مؤخرا وجاتي غزاله الله يحفظك الله يخليك ديما لا بلو بال. اشنو كتبغي تقول لزينب دابا خدمتك؟ زينب الله يحفظك ليا الله يخليك ليا والله ان شاء الله يعطيك النجاح وتكوني دائما فخوره بماماك. يلا ماما كيف جاك الفيستيفال ديال مراكش؟ فيستيفال ديال مراكش ما شاء الله عليك كيفاش العام هذا هو في التألق كيفاش العام هو في الاجتهاد مادام انت جبتي كلمة شافت الاجتهاد وكنا اجتهدنا معاه. أنا براسي كفنانة اجتهدت معاه في 10 الأفلام المغربية وصلت مؤخرا إن شاء الله غادي ننزل مصر باش نكون فيلم مصري إن شاء الله. يعني هذا الاجتهاد كله استفدنا منه والمغرب كله استفد منه لأنه مراكش ولات قبلة العالم كله كيجي مراكش في الفيستيفال. دونك حاجة مزيانة هذه، أنا فرحانة أون توكا. كنشكر المنظمين، شكر اللي قايمين على هذا البرنامج، على هذا المهرجان، سوري، مهرجان لأنهم تبارك الله عليك يبذلوا جهد كبير وكبير بزاف، شوفوا كل شيء منظم، كل شيء تبارك الله عليه في محله، الله يخليهم ديما يشرفوا المغرب كيف كيديروا، كيف ولا المهرجان مراكش من أضخم المهرجانات في العالم. نو. يوميا شي نار نور نور تيقول لك نار شي نار نور نور ماشي برونونسيش بطريقه اللي حنينه هذا ماشي حنين تي برونونسي بطريقه خشينه تجربه ديال نور نور التجربه ديالك في البرنامج اللي غادي يكون ان شاء الله في لبنان. ما يمكنش نقول تجربه لانه هذاك الشيء باقي جديد ان شاء الله وغادي تفاجئوا. يوم تفاجئوا ان شاء الله. يوميا واحد مني يوميا كنشوفوك في طابي روج ماشي يوميا مش لا ثلاث ايام نهار واحد كتشوفني في تابي روج. شنو هو السؤال؟ تابي روج يوميا بالجلس شي حاجه اللي تبارك الله ربي يخليك غنعرفوا المصممين منين. شوف انا لبست برشان كابانا لبست زهير مراد يوم لبست المغربي زهره ويعقوبي وغدا غدا لبست محمد الخضر كاين نبيل الحاني وكاين جوج حدا اللي صعب ولا زهير مراد ما عارفه شكون غادي يلبس في لاكلوتور ان شاء الله لانه كلشي الناس يقول حنا متبعينك ولي فان ماشي غير في المغرب في العالم كامل لانه كنتواصل معاهم على طول في الواتساب في يوتيوب وفي تويتر وفي فيسبوك تيقول لي خصني نشوف واش لبستي اليوم معاهم ديد يو وير يسترداي وات ون اور تومورو دونك بالعكس كنقول لهم جو في بليزير اي جو في بليزير انهم كيحبوني وكيهتموا باناقتي انهم معروف عليا تقولوا له انيقه بالعكس انا كنخدم هذه الصوره اللي كنعطي جميله ديال المراه المغربيه الاليغانت وهذا الشيء اللي كنقولوا نوريه للصحافه العالميه انهم كلهم كيدوا على اناقتي في مراكش. دونك يعني الحمد لله وليت سفيره ديال الاناقه وقالها لي اليوم واحد امريكان جورناليست قال لي يو ار امباسادرز اوف اليغانس اند غلامور ريد كاربت. الحمد لله شكرا. كتقري اللغة الإنجليزية؟ كنت قد سبعة اللغات. سبعة اللغات تفهم شنو هما؟ لونجلي اسبانيول فرونسي عرب ايطاليا ليباني ايجيبسيان وشوية الشلحة لأن تكون تفاجأتي
ما حسبهاش كاع ما نقولش كاع 8 د الغد واش كتقول كنت كان تيقول راه النور تبدلت في الحي محمد لا تولد في كاديا وكبرت كلها على من عندي 5 سنين جينا تكنا في حي محمد وحنا 5 سنين وانا حتى محمد هنا ديال ديال كازا بلوكا من حي محمد راه 20 عام ولا شي قريت تما في عقبه بنافيه ابتدائي من بعد هذه ما عمرني ما قلتها شي حد قريت في ابتدائي في عقبه بنافيه ومن بعد ثانوية طلعت للسقية الحمراء ومن السقية الحمراء تكونش القيصرية ونقل بفوش سق السلام طون الحرار وسق السلام وكنت كنلعب هذيك ديال كنا في عقبة بن نافي بك الحي ولكن شوف ما قال لي شو سوى الحي ولا بلاصة أخرى دائما شعبية ودائما طلبنا في الحي وتشوف اللي خلينا في صداقتنا الفنانة ما عمرها ما تكون حتى انا كنشوف شي فنانات من دوك الجداد ولاو كيتبوكو بزاف يلا عندهم ثلاث ايام في الفن ولاو تينفخوا بزاف انا بصراحة صافي 20 سنة انا بهذه الحمد لله وانا يا في الفن اللهم لك الحمد وباقا غادا في شعبيتي والناس اللي كتيبوني في شعبيتي شتي اليوم شو وقع قبيلة اللي كان تبعوني في قصة المؤتمرات كان شي 300 واحد كانوا تبعوني كيتصوروا هذيك الصورة بالأكيد في حيت بريس سمعت بكرة لأنه هذاك من الحب ديال الناس ليا لأنهم خويا أنا شعبية شعبيتي اللي تبدل غنبقى دائما نعلم الأناقة وداكشي بجهة ونور الإنسانية ديالتها وشعبيتها بجهة نور المخرج المغاربة اللي كيقول نور الدين خماري نبيل عيوش ليلى مراكشي حيت هذو كلهم لعبت معاهم كاين اللي درت معاهم افلام مثلا محمود فريد درت مع نوفا البراوي اخر فيلم ديالي دايوغ كاين هاد الايامات في السينما اخر فيلم ديالي سميتو يوم وليله وكان جسد شخصيه الدور ديال مدام سعيده واحد البرجوازيه مفروحه ربي يخليك ولكن غتشوفوني واحد الدور ان شاء الله مغربي طريقه جديده هذا ما عطاكش دور عطاكش شخصيه لا انا ماشي انت انا برجوازي انا فنان انا جمع هذيك عندي فيرما في بوسكورا وعندي راجلي وكندير عندي تخسير الكليب ديالي سميتو تشيري بالعكس هذا شخصيه لعباني المخرج شافني فيها دابا عندي واحد الشخصيه اخرى غتشوفوني فيها طبيبه نفسانيه عندي درعات والتايوب ولا تحكيمات بلونش المكتب ان شاء الله هذا قريب اش ما كتبغي تقولي الكلمه للفنانه المغاربه الفنانه المغاربه نقول لكم انكم مشرفين بلادكم ومشرفينا وانا مغرس معكم لانه كنا كنحملوا نفس الرايه اللي هي حمراء وخضراء وكنا مغاربه وكنا كنديروا واحد الرساله لانه بحكم انا فنانه وانتم فنانين وكسوا في الفن او في يعني فنانه او رسامه او مغنيه او راقصه او ممثله كنا عندنا واحد رسالة فنية غير كل فنانة كيفاش كتقدمها أنا كنقدمها بطريقة نور اللي ولات دابا معروفة ويمكن ولات محبوبة الحمد لله وعاش الملك